الآن مشاهدينا ننتقل مجددا إلى وقائع مؤتمر منظمة العالم الإسلامي المنعقد حاليا في نيويورك مع زميلنا من جديد موفد الإخبارية خالد الربيعي. أهلا بك خالد. خالد، ما الجديد لديك حتى هذه الساعة، وما هي أبرز المشاركات من الجانب الأمريكي، ومن هم أبرز الحضور في هذا المؤتمر إذا كان لديك أسماء حاليا؟ نعم، طبعا الاسماء ذكرتها قبل قليل. لمحه سريعه، معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السعيد السديس، طبعا رئيس شؤون الحرمين، نعتذر منك فضيله الشيخ، وقدم حقيقه وراس الجلسه التي قبل قليل وهي الجلسه الاولى. هناك حقيقه لفته جميله، الدكتور جيهارد دكتور في جامعه ييل الامريكيه، وهو بطبيعه الحال متخصص في الدراسات الاسلاميه، واهدى معالي الدكتور كتاب تفسير القرآن الكريم. طبعا هذا هو يا شيخ الكتاب. الشيخ انت وعدته بهدية، انا ما ادري وش هي. بداية كلمنا يا شيخ اول شيء عن هذا المؤتمر وعلى الموقف هذا يا شيخ. هذا فعلا هذا الموقف الذي حصل قبل قليل، رسالة للمؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، فمن مكارم ومآثر ومفاخر المملكة العربية السعودية تواجدها في كل ميدان ومحفل في الدعوة إلى التواصل الحضاري بين الحضارات والثقافات والشرائع، ليتكامل الجميع في خدمة الإنسانية والبشرية جميعا من خلال حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال وتحقيق المصالح والاجتماع على القواسم المشتركة في إحقاق الحق وإرساء العدل والقيم وتحقيق الأمن والسلم الدوليين. ولهذا جاء هذا المؤتمر الذي انعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وبجهود حثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأيضا من خلال جهود رابطة العالم الإسلامي وهي المنظمة الشعبية العالمية التي تجمع المسلمين وغير المسلمين فيما يفيد البشرية والإنسانية. اجتمعنا ولله الحمد والمنة في هذا المؤتمر، وحصلت كلمات مؤثرة ونافعة ومباركة من المسلمين وغير المسلمين، وكلهم يؤكدون على أهمية التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي وغيره، ولا سيما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الظروف التي تحتاج الإنسانية كلها والبشرية جمعاء إلى إحقاق الأمن والسلم الدوليين وإلى مكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، وإلى أن يجتمع الناس على كلمة سواء في تحقيق أمنهم وسلامتهم وسعادتهم وإعمار هذه الأرض. التواصل الحضاري له الحقيقة أهمية كبيرة من حيث النظر أولا إلى أصل الإنسانية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن حيث أيضا الحضارة الإسلامية الضاربة في أعماق التاريخ، وهي التي نضحت خيرا وعدلا وأمنا وسلاما من لدن بعثة سيد المرسلين وإلى وقتنا الحاضر، وتمثل المملكة العربية السعودية دورا رائدا ومميزا في تحقيق التواصل الحضاري العالمي بين الشعوب من خلال أيضا وسطية الإسلام واعتداله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلا غلو ولا جفاء. إننا نتفق جميعا على قواسم متعددة ومشتركة ينبغي أن نرعاها وأن نحرص على نشر ثقافة التواصل والسلام والأمن بين جميع الفئات لا سيما الشباب، وأن نستثمر وسائل الإعلام ومواقع الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي
في نشر الخير والأمن والسلام ونشر ثقافة التواصل الحضاري بين الشعوب، وأنها تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تدمر، وتشيد ولا تبيد. هكذا يجتمع الناس، وهكذا يتحدون، وهكذا يتفقون على ما يصلح أمر دينهم ودنياهم، وما يكافح ببرامج عملية كل غوائل الإرهاب والطائفية والشرور التي تنبعث في بعض المجتمعات. وأيضا هناك صور متعددة في التواصل السياسي الحضاري الاقتصادي الاجتماعي العلمي المعرفي الحضاري التاريخي البحثي الصحي الاجتماعي، كل ما يعود على الإنسانية بالخير فالإسلام جاء به. وأيضا حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أتينا هنا لنقول للعالم هذا ديننا بسماحته ووسطيته واعتداله وحواره وتعايشه، وأنه لا يؤخذ الإسلام بجريرة فئة من الإرهابيين الذين أخطأوا في فهمه، ولا يجوز أبدا أن ينسب خطأ الأفراد إلى أخطاء المبادئ والأصول والأسس والركائز التي قامت عليها الشرائع كلها. واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم بالتأثير، يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يبارك في الجهود وأن ينفع بهذا المؤتمر وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يديم الأمن والسلام العالم أجمع والدول كلها. إنه جواد كريم. شكرا للإخبارية، شكرا لك خالد على هذا اللقاء، ونسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في الجهود، وهي في الواقع أيضا رسالة المملكة العربية السعودية ورسالة الإعلام السعودي في نشر هذا الخير والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات النافعة. لا حرمنا الله وإياكم الأجر والمثوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. السلام. شكرا. نعم أعتذر للإطالة. تفضل خالد. لا بأس. شكرا خالد مراسلنا، كنت هناك من مؤتمر رابطة العمل الإسلامي. شكرا جزيلا لك خالد الربعي.